السلام عليكم العشران، صافا عليكم، كلشي بخير. معكم رفيق بن سعيد، فيديو جديد ورياكشن جديد. اليوم الرياكشن على التراك ديال اليوس 45 فيتشرينغ وود ديب تراك سميشو بيسكوي. المهم البوم رقم 8، غيكون شي البوم فرقع ديال اليوس 45. المهم نقدروا نديروا اليوم شي رياكشن، نقدروا كنا مسالين ندير الرياكشن، ما كناش مسالين، عذرونا الخوش، وهذا هو اللي كاين. ما نطولش عليكم اخوتي، كلشي اول مره كتشوف هذا الفيديو هذا مرحبا بك، كليك على البوطون الحمراء، دير واحد لايك للفيديو وخلي الكومونتير ديالك، ضروري خلينا الراي ديالك. ولا عجبك الفيديو ولا عجبتك الرياكشن خويا مرحبا بك، ولا اخوتي مرحبا بك، دير واحد بارطاج ودوز عندنا الانستغرام اللي بغيتي وليتي نايم العشرين ديال الانستغرام وتعرف الجديد ولا اي باش. المهم نحضروا دابا نتمسكوا البلان ديال ايوس ديب بيسكوي. بيسكوي كان واحد البيمو قديم، هو ماشي بيمو، بيسكوي كان بوحدو، واحد الكيكس كان باقي عاقل عليه، واحد البيسكوي بعدا كان عاقل عليه انا بوحدي، كاين كل واحد عاقل على البيسكوي اللي دوز في هذه الفتره. كان واحد البيسكوي كان حمر فهمتي، وكان فيه الشوكولات وارد، هذاك كيوي، هذاك سميتو كيوي بيسكوي كيو، ما بقاش عاقل بالضبط، ولكن كان واحد في واحد الحلاوه. يا سلام، المهم الدراما علينا، ندخلوا نتمسكوا للتراك هذا. المهم بيسكوي شي حاجه ما عرفتش، شي حاجه كتقسم، شي لعيبه كتقسم، ما عرفتش شكون غيقصيو في هذا التراك هذا. غندخلوا نتمسكوا البلان اللي كنتي اول مره كتشوف فيديو، مرحبا بك معنا في الرياكشن عند بن سعيد لوطفي، وتحيه لكم كاملين الخوت. يلا مشينا. قبل ما نبدا الخوش، قبل ما نبدا الفيديو، راه الرياكشن اللي درت على موكي ديال مورو ضربتني الكوبيراج، جاب الله بقى الفيديو كاين في يوتيوب. هادو من البلانات اللي خايبين تيوقعوا في الرياكشن، واي واحد كيدير الرياكشن كيعاني من هاد اللعيبات هادو. لا شفتوا شي رياكشن ما درناش ليها، عرفوا على كاين الكوبيراج، وفاش كتكون الكوبيراج لازمك فهمتيني تقطع بزاف، وبزاف تاع الناس ما كيعجبهمش تقطع. لهذا خوش انتوما تهزوا بينا، حنا نهزوا بكم، وهذا هو اللي كاين فهمتي. ان الله مع الصابرين، وانا نصبروا وندخلوا نتمزكوا. المهم وين نتمزكوا المزيكا ونعيشوا لا في، هذا الشيء اللي بغينا نديروا، واخا ماشي هي فتره المزيكا. ثمانية يا مع 45 هز سخون، ارقام البوم حيد الغام في انغام، بالك سير لداركم يا تلهرج ليك نقطعوالك، مع الدره تلقانا موراك صافي. ما هادشي ناضي الدراري، مابقاوش الفرص، حنا اللي سافرنا بوراك وتنطيرو وتنبانو بعاد، بغيتي فيه تجيب ماني كاش شي غير وروابا اللي بحالك كنديرو، داكشي علاش قاسي بلاد هنايا كتقولك الوراق، لو كان بزاق لعطوني غير اتساع، كون كلامي في الجالاكسي داع، ماشي تراك تحسبو كسيدا، ماشي تراك تحسبو كسيدا، زعما كاين القضية مرونة مخلطة فهمتيني، ودير بشي قصر ايكو تريب بزاف. وصراحة كنتسنى انا، توحشت في الواد ديال يوسف. ديب خطير تا هو كيعجبني، كيعجبني الكتابه ديالو، الهلواسه فهمتي، الهلواسه ديالو بصح. تنصرع الدور تيقولوا لي انت البوس، تنقول اوكي داكور، ها ماشي فاموس انا امس، هذا عفريت لي سكن فانوس، بنت العافيه نولي رابوز، هذا عبقور في اللابوراتوار، هذا القضيب اللي غادي وكي طوال، غا في الزنق عايش كتطوار، جنب صحابتي جرا واجرام 45 اش يقول لي مال هادو دايخين، البيت كيقول لك الراب صايمو دابا كيفطر، الراب صايمو بلا ما الراب صايمو دابا تيقول لي فطر. عارف الرعد غايجي ودابا غصبر خونا معليش هو الدرس، اوكي الا كنتي باغي غادي تلقاني فوق هاد الراب كنطرد قال مو ريزون، اذا راه باغي تلقى باقا ما دارت تلقاها بتالي كيبان لي بلا ما باغي لا ميزون، كنطرد كو ادمي ما ضافك الا كنتي باغي من نجم ليسونس مل يي قد قد سيمو دي باس بريكا روبرتو كارلوس بليس. واو يوسف الله يشكين بالربي لكن صراحة فهمتي، خليك تشطاش حماق تسطا فهمتيني، تستمتع بالموسيقى خطونا موس ميزة شحال من مرة دار في البيسن، حد يقول بابا كيدير بيبي، كنت باقي بلا مرة غادوز بيسي فلوس غادا برجليها البيسري، اه دفع هاد الحيوان طيب. هاد النواطة هادي وقال شي فهمتيني تيكزم عليا فلوس غادا برجليها البيسري. هاد النقطة هادي ما غيفهموها غير واحد الناس قلال، واحد الناس ما غاديش يفهموها. فهمتيها؟ لا فهمتيها اخويا؟ لا فهمتيها؟ كتب لنا في الكومنتار. فلوس كنمشي بوحدو من البيسري. لا فهمتيها كتب في الكومنتار وانا عارفك كاين. وانا عارفك واش تتمنى ولا ماشي منا. المبشرين اللي من الجنة. نبرمو في العلوية، نفك في الانميز، فوطو في القاتل بالقدام، باقا ما طبقت عليك العملية.
تقول عاد فيا هالمارس العذابي شفتونا مجموعين قلتوا غيرونوها ما تشوفوناش مقطوعين سيروا عند دولة سولوها رئيس دولة مرموقة خوها في باب السفر تقدو كلمية جرام نادو قلبو راقو قلب بابا قلبو طاب قوت الدروكة مشوفش مراكا وديلا الدوخ مقصر بقداس محيط تطواج في كورونا ما تجيش تدو انت التراك هذا هذا الرياكشن ما تضربش كوبيرايش وش بقى بالرجولة صراحة لا كانش كوبيرايش هتمشكلني ديال بصح كنقولوا ما مواج كل مره دق باب لبواب سقفنا الهيب هوب بالبوال لاش بقى كتشقر مع الاول ويسكي بيان كلاسي كنجري في تيران مع بسم مورفون ان شاء الله شهر جاي جاي طابلو كختار فيه لي رسم اسكوب اسكوب روج بلا باي اسكوب اسكوب يمك سكوني سكو سكو هنا لافاي ابسولو ديال اي البقره باغا بكره تقولوا داي داي داكشي اللي بالك بالي امان زي في التلي بابا داي 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 ديال الفرد فهمتي يقدر يكون شي شي قصف قصف ارض جو مادري يمك سكوني سكو سكو اهنا لافاي ابسولو ديال بوفري بدا راي جيتي مدافا كرافي تيغي بتعي تعي في البحر شنايدا ديال الوقت غادي بالبكتيريا مدافا كالك تبقى واحد في الاريا رجولة فهمتيني عجبني التراك يعني الله يلاه عجبني فهمتيني الكوبلية ديال الديب وكوبلية ديال يوسف 45 صراحة بجوجهم خطرين حطوا كشابة زوينة انا مزكني صراحة الفلو الفلو ديال يوسف فهمتي كيسطح لي بصح يحمقني دابا بصح فهمتيني عندو واحد الطريقة كيف الاول بها سبحان الله العظيم مريق هذا هو البان ندخل نقرا لي كومونتير تقريبا كلشي كيعجبو الفلو ديال كيعجبو الفلو ديال 45 هربان هربان المهم الخوتي كنتي اول مره كتشوف فيديو ديالنا مرحبا بكم في القناه ديال بسعيد لطفي كنديروا الرياكشن ديروا واحد لايك ديروا واحد ابوني للقناه تفعل زر التنبيهات اللي هو الجرس دوز عندنا الانستغرام تلقاها هنا ولا هنا ولا في صندوق الوصف ديروا واحد فولو بقى تابع الجديد ديالنا ويلا نشوفوا فيديو جديد رياكشن جديده تهلاو الخوتي.